بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. لدينا سؤال من فاضل أو فاضلة يقول: السلام عليكم مولانا العزيز، كنت أود أن أعرف الحكم الشرعي في استبدال الرضاعة الطبيعية بالصناعية بدون عذر للأم، مع العلم أنه ثبت أن اللبن الطبيعي أفضل بكثير من اللبن خصوصا من جهة المناعة، فما حكم من تترك رضاعة ابنها بسبب العمل أو عدم وجود وقت إلى آخره؟ وأود أن أعرف يا سيدي كيف لي أن أستفتيك في بعض الأمور، لأنني أجد من يفتيني لا أجد من يفتيني، فهل من وسيلة لفعل ذلك غير الكتابة هنا؟ وجزاكم الله خيرا كل الخير على جهودكم. الكتابة هنا نحن نطلع على تقريبا كل شيء، كل ما يقال نطلع عليه. الإخوة الذين يسألون نجيبهم، الإخوة الذين يعترضون اعتراض علمي حقيقي نرد عليه، الإخوة الذين يشتموننا وينصرفون نحضرهم. يعني هؤلاء في أصناف يشتم ويمشي، يعني يبحث عن صفحة أخرى تناسب يعني طريقته في التفكير. هذا والهاتف موجود، يعني أعلننا عنه أكثر من مرة، يعني أكثر الإخوة يعرفونه يعني، لكن الرد هو يكون على الكتابة حصرا، يكون على الكتابة حصرا. صوتي لا أستقبل، الوقت لا يسمع، الوقت لا يسمح، وظروفي ليست دائما أستطيع أن أستمع إلى كل ما قيل، فيكتب السؤال بإيجاز، وأيضا إذا كان طويلا لا أستطيع قراءته، فيكتب السؤال بإيجاز نجيب عنه إن شاء الله تعالى. أما القضية التي سأل عنها السائل، من أساسيات يعني أحكام الأمومة وأحكام يعني النفقة أن الوالد يجب عليه تأمين الغذاء للولد، هذا شيء أساسي، وهذا بنص القرآن: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، عن النساء التي يرضعن. والوالدات الله تعالى يعني أمرهن أن يرضعن أولادهن، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إلى آخر الآية. نلاحظ هنا ملاحظة لطيفة، أن الله تعالى سبحانه لم يجعلها على هيئة الإنشاء، لم يقل أرضعنا، الأمر من الإنشاء، إنما جعلها خبرا: والوالدات يرضعنا، يعني كأنه سبحانه وتعالى يعني يقول لنا يعني ليس لائقا أن تؤمر الأم بإرضاع ولدها، هذا واجبها، ولذلك جعله كأنه خبر، لأنه عادة النساء المحترمات كل امرأة ترضع ولدها، إذا قام عذر عند ذلك الأمر آخر مختلف. أما والله لا ترضع ولدها لغير عذر، نعم ليس عندنا في الشريعة ما يلزمها أن ترضعه إلا إذا حصل هناك ضرر للولد. كيف الضرر؟ كان هناك زمان مرضعات، أبى الطفل أن يأخذ مرضعة غير أمه، هذه حالة ما قبل أي واحدة أخرى، عند ذلك يجب عليها أن ترضعه بنفسها، والوالد يجب عليه النفقة، كما هو نص القرآن الذي ذكرناه قبل قليل. حالة أخرى: تعينت الجماعة في جزيرة منعزلة أو في سفينة ولدت، والطريق يأخذ عدة أشهر مثلا، ولا يوجد مرضعة، هنا يجب عليها ليس بإرادتها رغما عنها، يجب عليها أن ترضعه. طبعا الوالد عليه النفقة والكسوة، لا يوجد والد يجب عليها هي. الطفل له مال، من ماله يمكن، من ماله تؤمن له امرأة ترضعه، وهكذا. فإذا الأصل في هذا الباب أن الطفل لا يجوز أن يمنع من الطعام، لأن هذا إزهاق للنفس البشرية، وهذا حرام، وهذا تسمى جريمة سلبية، يعني
أترك الطفل حتى يموت أو يهلك أو كذا، هذا حرام لا يجوز. إذن الأصل أن ترضعه هي، وهذه الأحكام التي ذكرناها ليس أن كل امرأة تخاصم زوجها وتحاججه وأنا الواجب، ليس يجب علي أن أرضعها، لا، هذه الأشياء عند النزاع، عند النزاع ويحصل نشوز بين الطرفين ويرتفع الأمر إلى المحكمة، عند ذلك القاضي ينفذ هذه الأحكام. وعلى فكرة كل الأحكام التي من هذا القبيل، هل على المرأة أن تعمل في زبيتها، هل على كذا، كل عند التراضي نسكت عن هذا ونطبق ما عليه العرف ما لم يخالف الشريعة. لا، حصل نشوز وإعراض، عند ذلك نطبق هذه الأحكام الموجودة على من تجب، على من يجب الإرضاع، وما واجب الزوجة هنا، وهل يجب عليها أن ترضع ولدها، عند ذلك نطبق ما في الكتب. إذن يجب عليها أن ترضعه إذا كان سيؤدي عدم إرضاعه إلى هلاكه، في حالات ذكرناها قبل قليل، تقدمه إلى مرضعة أخرى، هذا كان شائعا في عصر السلف، كان شائعا جدا في قديم الزمان. طيب، هناك الاعتبارات قد تكون جمالية، هي لا تريد مثلا يعني أن تتعب نفسها بهذا الأمر، أو تغير هيئتها بإرضاع الطفل المستمر مثلا، أو أن هذا يتعبها أو يؤلمها أو يسبب لها تشققات، يعني الأعذار كثيرة جدا، لها عند ذلك أن تنتقل إلى مرضعة أخرى وتسمى الضير، ولها أجرة، أجرة مثلها معروفة في كتب الفقه لمن أراد أن يبحث فيها. طيب، كان هناك حالات في الزمان الماضي يتعذر أن يوجد لا أم ولا مرضعة، ماتت أمه ولم نجد له مرضعة، يتحولون بعد ذلك إلى وسائل أخرى، أنواع من الحليب أو اللبن، طبعا درجات، في لبن الغنم مثلا مستحيل سيفسد معدته ويجعله مثلا يمرض وهكذا، هناك أشياء كانت معروفة في كل بلد. الآن ثبت عند الأطباء أن رضاع الأم معقم، أولا ليس فيه ميكروبات، كذلك فيه أشياء أشبه ما تكون بمضاد حيوية، مضادات حيوية تساعد الطفل يعني على تجنب الأمراض، تقوي جهازه المناعي، كمية السكر والبروتين تتناسب مع عمر الطفل، هذا بخلق الله سبحانه وتعالى. الفوائد هذه ليست من صنعتي، ليس على يعني لست طبيبا حتى أخوض فيها، لكن موجودة، يمكن أن ترجع إلى أي موقع في الإنترنت يبين لك. ولكن هل يجوز مع كل هذه الفوائد للبن الأم أن نتركه؟ من أجل اعتبارات أخرى، وهذه الأم لا ترضعه، نبحث له عن لبن اصطناعي أو شيء من هذا؟ لا أستطيع أن أقول حرام، الحرام عندنا لابد أن يثبت بالدليل القطعي، لأن الله تعالى كتب الحياة، أما الحاجات الاعتبارات الأخرى فهذه أشياء جيدة ونافعة، ربما إذا اطلع الفقيه على أضرار مؤكدة لا محالة ولا يوجد عذر، ربما يغلب جانب الكراهة أو جانب التحريم إذا كان الضرر محققا أو غالبا على الظن. ولكن الأصل هو بقاء المهج والأرواح، وهذا يتحصل بالرضاع الصناعي، الحليب الصناعي ليس مفيدا كما ينبغي، نعم فائدته أقل، كل هذا صحيح، ولكن لا أستطيع أن أقول يحرم، كلمة يحرم هذا نص ديني، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. الخلاصة في هذا الباب، نعم بعد الفوائد الكثيرة المعروفة لحليب الأم، يكره للأم أن تحرم طفلها هذا، لأن الله تعالى أمرها بالإحسان، و
الطفل يجب أن نحافظ على حق الحياة، وهذا من مصلحته أن يكون سليما، والأمراض هذه ومناعة الطفل كلها تفيده، لذلك يندب لها جدا أن ترضعه، ولا يجب عليها إلا في حالات التلف التي ذكرناها في البداية. إذن يندب لها أن ترضعه من صدرها، ويكره لها أن تمنع هذا عنه. وليس للزوج أن يمنعها من ذلك. لماذا؟ لأن حياته ثابتة، والضرر يعني ليس محققا، الضرر من اللبن الصناعي ليس محققا، إنما هو أقل فائدة بلا شك. وعلى هذا فلا إشكال أن ترضع ولدها من اللبن الصناعي مع قدرتها عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.